ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أيها الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عراشاي طالبة المستوى السادس في معهد الضفة للتعليم والتدريب. موضوع خطبة اليوم: ما هي عقيدتنا وما هو منهجنا؟ مستمعينا الكرام، إن عقيدتنا عقيدة التوحيد الخالص وعدم الإشراك بالله في ذاته وصفاته، عقيدة السلف من أهل السنة والجماعة بتفاصيله القاملة، ومنهجنا هو المنهج الفطري السليم والمؤسس على الوسطية والاعتدال المتضمن للإيجابيات السلبيات السالحات مبنيا على الأثر: خذ ما صفى ودع ما قدر. نتمسك بما ثبت من الكتاب والسنة، نتحذر عن التدرب والتعصب والإفراط والتفريط والغلو والموالاة، نتعامل في مجالات مباحة وفي قضايا ذات اهتمام مشترك، نعمل على نشر الإنسانيات والأخلاقيات العامة. أما منهجنا فهو بين القديم السهل والجديد النافع، ولا نمنع إلا ما يتصادم، ولا نفرق بين الرجل والمرأة في التعليم في الحدود المباحة بشروط الكتاب والسنة. هذا ما عندنا، والله والحادي إلى سواء السبيل. نشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.